وانا بتكلم زي ما قلت لحضراتكم، انا كمؤسسه يعني انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي او نيابه عن النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عنده مسؤولين اللي بيتكلموا عنه، ولكن انا بضع نفسي. النادي الاهلي ده مؤسسه، المؤسسه دي كيف تثق في اتحاد كره القدم خلال الفتره اللي جايه؟ لما انا ابعت جواب للكاف اضمن ازاي ان هو وصل للكاف، ان هو يوصل سليم من غير حد ما ياخد منه فقره، من غير ما الفار ياخد حاجه كده يعني، او من غير ما يتحط في الدرج مثلا. طب افرض جاي لي جواب حاجه ادور وراك، يعني هجيب مندوب من النادي اقعده في الاتحاد عشان يقول لي الجوابات وصلت ولا لا؟ هل ده طبيعي؟ الفيفا بعت لي حاجه، فهو ما بيبعتش للنادي، بيبعت لاتحاد كره القدم او على الاتحاد المحلي. هل انا كمؤسسه اثق في ان الجواب ده هيجي لي؟ طب دي الحاجه اللي ظهرت للناس، امال المستخبي ايه؟ دي الحاجه الظاهره، وظهرت سبحان الله، سبحان الله، ده اللي ظهر للناس وظهرت كده من عند ربنا. خطاب الاهلي في نهائي دوري الابطال، واللي حصل امبارح ولا كام يوم اللي فاتوا فيما يخص موضوع اسيف الجزيري، وما خفي كان اعظم. وجهه نظري ما خفي كان اعظم. لكن انا هوجه رساله لمجلس اداره اتحاد كره القدم، استاذ جمال علام ومجلس الاداره المحترم، كلهم اخواتي واصدقائي بالمناسبه، يعني منهم عدد كبير جدا من اللي موجودين في اتحاد كره القدم زمايلي في المنتخب ومسؤولين عني وفي الانديه، اللي هو مشهور حاج عامر حسين ده ابويا الروحي يعني وبلدياتي وعلى طول معايا وبشوفه كل حاجه وعلى التليفون، بركات، حازم امام، خالد الدرندلي، الاستاذ حتى جمال علام، الدكتوره دينا، الحاج محمد ابو الوقف، كلهم، دكتور ايهاب الكومي، اصدق، كلهم اصدقاء واخوات. في منهم قعدت معاهم، حازم وبركات دول عشره منتخبات، واكثر ما قعدت مع اخواتي في البيت. ولكن لا احد يعني، هل انا ممكن اشكك في ذمم حد؟ ابدا، استحاله. لكن انا بتكلم عن اداء اداري لاتحاد كره القدم حتى هذه اللحظه كمؤسسه. هتقول لي يا استاذ، الاستاذ وليد العطار ولا كابتن وليد العطار؟ هقول لك ما هو مسؤول، خلاص مشيه لو مش عايزه، او لو شايف ان هو بيعمل لك مشاكل. معرفش، انا ماليش دعوه، مش بتاعتي، ولكن انا بوجه رسالتي مباشره لاتحاد كره القدم، لابد ان تحافظوا على مصداقيه اتحاد كره القدم. اعتقد، انا عملت مكالمات كتيره اليومين اللي فاتوا دول، اعتقد ان هناك شعره بسيطه ما بين في حته الثقه والصدق ما بين حضراتكم والانديه. الجمعية العمومية متابعة كل اللي بيتقال وكل اللي بيتعمل، مش بتتابع إسلام بس، ولكن بتتعمل أو بتتابع كل تفاصيل ما يحدث. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، حافظوا على مصداقيتكم، ولو هناك أوضاع خاطئة من فضل حضراتكم حاولوا تصححوها بشفافية. مفيش حاجة تتدرى جوه جوه، ولا حاجة تخش جواب، ولا هذا الكلام. طيب بالمناسبة يعني، وبجملة بقى الكلام، بجملة الكلام، رفض مارك كلاتنبرج المشرف على لجنة الحكام المصرية المد لأي حكم تجاوز، مش المد على رجل، لا، المد يعني تطويل المدة، المد لأي حكم تجاوز السن القانوني في القائمة الدولية. وبالمناسبة دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، بس المهم تكمل الموضوع ده بأداء مختلف وأفضل بكتير من السنين اللي فاتت للحكام في هذا الموسم. اللي أنا حكيته ده حاجة كده بعيدة عن الرياضة الحقيقة. الرياضة غير كده خالص. الرياضة هي الصورة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي على الشاشة. زمان علمونا إن الرياضة مكسب وخسارة. بس بقول إن الرياضة هي المشهد ده اللي أنا هجيبه لحضراتكم، وهذا هو الفارق ما بين الرياضة الحقيقية وما يحدث من ترمخة. هتقول لي إيه اللي جاب الترمخة للرياضة الحقيقية؟ هقول لك بكاء نادال في اعتزال منافسه الأكبر والتاريخي لنادال على كل ألقاب الجراند سلام في التنس، سويسري روجيه فيدرر، حتى جيكوفيتش كان نفس الموقف. هات لي يا سمير الصوره لو سمحت. منافس تاريخي، بس بجد حاجه محترمه
حاجه محترمه. ومن وجهه نظري ان صوره فيدرر الاعظم، انا بحب فيدرر جدا، الاعظم في تاريخ الرياضه هذه الفتره او في الفتره الاخيره روجيه فيدرر، وفي ظهره نادال. وهو نادال ده اللي هو ايه، ان لو روجيه فيدرر ده مش موجود نادال ده كان خد كل بطولات التنس. ها المنظر اللي احنا شفناه بين نادال واقف ورا فيدرر وبيعيط او جنبه وبيعيط، هذه هي الرياضه الحقيقيه، هذه هي المنافسه الحقيقيه، هذه هي المنافسه التاريخيه في عدد، في كل حاجه حلوه، في كل حاجه حلوه. هو ده المنظر اللي انا بتكلم عليه. انتوا لو كانوا جابوا وسعوا الكادر شويه كنت هتلاقي اعظم واحد من اعظم اللاعبين في التنس من وجهه نظر ديكوفيتش برضه كان موجود في هذه الصوره. وبالتالي هي دي الرياضه، هي دي الرياضه اللي نفسنا ان احنا نوصل لها.